وإلك عين؟ هاشتاج وإلك عين هو عنوان حملتنا للسلامة المرورية وتطبيق قانون السير وبعض المخالفات اللي عم تشوفوها، حاولوا تفيدوها وبعتوا لنا الفيديوز اللي انتم بيخطروا على بالكم عبر كل وسائل السوشيال ميديا وتاج ومنشن طبعا لعالم الصباح وواتساب 03-010-533. أما هلأ على صحة السلامة مع روى وضيفتها أن فرنجية رئيسة جمعية وعينا مواجهة فيرفيس فاونديشن. فإذا على صحة السلامة مع روى وضيفتها. فيرفيس فاونديشن لنصحح فيرفاس فيرفاس اذا بدنا نقول بالفرنش. اوكي كيفك جوزيف؟ ماشي الحال انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. ضيفتي اليوم مدام ان فرنجيه، هي رئيسه جمعيه وعينا مفاجاه كمان فيرفاس. بدنا نحكي اليوم جوزيف عن خطوه كثير حلوه صارت، اللي هي مسابقه للتوعيه عن الامراض السرطانيه بالمدارس الرسميه. قمتوا فيها جمعيتكم فيرفاس فاونديشن مع كمان ميجلات فاونديشن و وان ويك ستاند والجمعية اللبنانية للتوعية على الأمراض السرطانية. Exactly. شو هو هالمشروع وكيف طلعت الفكرة وليه المدارس الرسمية بالتحديد الآن؟ المدارس الرسمية حس أول شيء بتتبع ذات البرنامج، وبعدين مدارس ما عم يوصل لها التوعية الكافية مثل المدارس الرسمية الخاصة. مدارس الخاصة. مدارس الخاصة. فنحن فضلنا ناخذ مدارس رسمية وبعدين تابعة لوزارة التربية، قدرنا نتعامل مع وزارة التربية وهذي كان مسهلت لنا كتير الشغل يعني. وشو كان المشروع؟ مشروع هو نتوجه للشباب، أول شيء هن مستقبل لبنان. هن قادرين يتحملوا كلمة سرطان بدون عقدة الخوف اللي موجودة عند الأكبر سنان. حملات التوعية عادة عم تتوجه للكبار، ما عم تتوجه للشباب. ساعة الشباب قادرين يستوعبوا أكثر، وهن صيلة الوصل بينهم وبين أهلهم وبين مجتمعهم، يعني قادرين يخبروا أهلهم شو درسوا شو عملوا، قادرين يأثروا عليهم. صح، وبعدين قادرين يأثروا على رفقاتهم. يعني فرضا نحن يعني كنا نلاحظ بالحملات التوعية لسرطان الثدي، وقتا نتوجه للستات نقول لهم أنه لازم ينعمل صورة الثدي ابتداء من عمر الأربعين وكذا، أنه ما فهمنين ما عارفين شو ليش كيف. ساعة نبلش مع الصبايا عمرهم 16 أنه نحط لهم بفكرهم أنه وقت توصلوا لعمر معين لازم تفكروا تعملوا صورة الثدي. بتأمل من هلا لوقتها بيكون ما بعوضها فيه سرطان، كنا لقينا لمستقبل سليم وافضل يعني صحي اكثر. بس طبعاً بترسخ المعلومه عندهم يعني وهن قابلين للتغيير، نربي يعني جيل طبعا على يكون صحي اكثر. قصه التدخين كمان طبعا، انه اكثريه الشباب اللي نقوا سرطان الرئه. يعني على كل المواضيع اللي تناولتها المسابقة، سرطان الجلد، سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، عنق الرحم وتستيكل الخصيتين. نعم، يعني هودي سرطانات بهموا الشباب، مشان هيك اخترناهم نحن. كيف كان تجاوبهم؟ يعني لما جيتوا طرحتوا عليهم المشروع وخبرتون عن المواضيع، يعني ورجوا او بينوا اهتمام ولا انه حسوا شو عم تحكونا شيء كثير بعيد عنا نحن؟ لا اكيد بينوا اهتمام، وفي منهم كانوا اولريدي عارفين بالمشروع. احنا كنا اجتمعنا مع مدراء المدارس قبل بست شهور، فمبلغينهم مدراء المدارس والاساتذه، ففي منهم بلشوا يحضروا. بس يعني ملفت للانتباه انه 9 على 15 مدرسه نقوا سرطان الرئه. هيدا بيفرجي قد ايه قصه التدخين والارجيله، يعني اكثريتهم حاطين ارجيله على البوسترات تبعولهم، قد ايه الشباب عم بيدخنوا. يعني عم بيشوفوا قد ايه باعمار صغيره عم ببلشوا قليله. في مدرسه وحده نقت سرطان التستيكل، بس هذا يعني في وعي وقت ينقوا سرطان رئه ويحطوا ارجيله، يعني عارفين انه ارجيله مضره وسيجاره مضره. إيه إنه في وعي اكيد، بس انه اكيد عم بيدخنوا، اكيد عم بيقلوا، عارفين بذات الوقت انه هيدي بتضر. بس بنتامل انه شوي شوي هالسلوكيات يعني تتغير. يعني انه في صبيه من مجموعه نقوا سرطان الرئه، عملوا معها مقابله، قالت قبل كانت تعمل ارجل 6 مرات بالاسبوع، هلا صارت مره واحده.
اها طب منيح خطوه منيحه على امل انه بس انه طبعا على امل انه على كلنا بنعرف انه تغيير السلوكيات صعب جدا وبياخذ وقت ولو كان في معرفه يعني حتى المدخنين او اي شيء بنعمله غير صحي بنعرف انه غير صحي لكن صعب نغير السلوك بدها وقت فالمتابعه هي اللي بتخلينا مشان نغير السلوكيات اين الشباب وحقيقه روى كان ردود الفعل كثير لذيذه حقيقه فعلا وانا بتامل انه بقي شيء بذهنهم اكيد انا اكيد وفعلا المشاريع كانت كتير حلوه شفناها ضمن لجنه الحكم نعم وشفنا المشاريع وكانت فعلا حقيقه كتير كتير حلو شغلهم في خلق وابتكار ومثل ما قلنا هن بيعلموا بعض بيوصلوا رساله اي اعمار رح نشوف بالمرحله الثانويه 16 17 نعم رح نشوف التقرير يوم اعلان الجوائز ونقول بعدين يعني نحكي حكينا مع الشباب والصبايا ومين المدارس الرابحه يلا ثانوية الزهية سلمان الرسمية اشتغلنا البروجي اللي عطتنا اياه تنو تبيت عن سرطان الرئة عملنا ابحاث وباوربوينت وقمنا بانترفيو مع دكاترة ومستوصفات الافيش عملناه مختصر يعني حطينا بس سيتاسيون ورجعنا انتقلنا للفيديو اللي كان انه كمان عن التدخين وحبينا هيدا المشروع لانه هو اكثر شيء منتشر ثانوية راس النبع الرسمية للبنين المشروع اشتغلنا عليه هو سرطان الرئة وهذا السبب بيعود للحرب الأعصاب اللي عم نعاني منها والشباب عم يلجوا للأراجيل وكذا وكمان البطالة هلأ صاير في تدخين بنسبة كتير كبيرة وخاصة بسن كتير صغير عم بيصير في نسبة كتير تدخين لحتى انه توعي الناس اختار هيدا المرض وخاصه انه هيدا المرض ما عم بيلاقوا له علاج بقول لك انه شو وقفت علي انه اكيد وقفت عليك انه منك انت لاله اكيد حتوقف عليك يعني في اشياء كثير بتعود عن هذا الشيء في رياضه يعني واحد يعمل رياضه اهم من رياضه بتنمي الصحه التدخين بيدمر الصحه نتيجه انه كلمه لو ما بتنفع عشر طالب يعني الآن بدنا نقول إنه المسابقة صارت ببيروت مدارس ببيروت 15 مدرسة رسمية من قبل 18 نعم في ثلاثة ما قبلوا يشتركوا ما اشتركوا فهيدي صارت بس ببيروت محافظة بيروت محافظة بيروت شو كان مين المدارس اللي ربحوا؟ مدرسة ثانوية جبران قدراوس التويني المرتبة الأولى المرتبة الأولى زاهية سلمان ثانوية زاهية سلمان مرتبة الثانية ثانوية رأس النبع مرتبة الثالثة مرتبة الثالثة وشو كانوا الجوائز؟ الجوائز كانوا لكل فريق على أعمال هن مؤلف من 15 تلميذ $300 أول جائزة لكل تلميذ $200 لثاني جائزة ثاني رتبة و$150
لكل تلميذ. لكل تلميذ يعني. لكل تلميذ، الجائزة لكل تلميذ. رح نقول انه عملنا ستيب اضافية، انه بعالم الصباح انا حبيت انه نسلط الضوء على شغل هالشباب والصبايا، فحطينا الفيديوز على صفحة الفيسبوك لعالم الصباح. نعم. ال 15 فيديو اللي عملوه المدارس، وقلنا للجمهور انتم اختاروا، ادخلوا واختاروا صوتوا ونقوا الفيديو اللي بتحبوه، فاللي ربحت معنا هي مدرسة عبد الله العليلي، وكانت الجائزة لهم 100 دولار. 100 دولار لكل تلميذ، هيدا نتيجة تصويت الجمهور. تلفزيون المستقبل كتير مشكور على هالمبادرة حقيقة. Thank بتأمل you. أنه نكفي إذا ست جاي كفينا أنتم تكفوا معنا. أكيد أكيد إن شاء الله، لأنه بهمنا أنه يعني شغلهم كتير حلو، فحبينا نشجعهم ونعطيهم دعم معنا ونخلي الناس يشوفوا هالشباب والصبايا شو عم يشتغلوا. بس المدارس المشاركة كانوا 15 على صعيد بيروت. بيروت إيه؟ منطقة بيروت. نعم. هلأ سنة الجاي شو رح يصير الآن؟ هلأ سنة الجاي هلأ مثل ما سمعنا المدير العام تبع الثانويات لبنان قال في 263 سنوية بيتأمل أنه نقدر نشتغلهم كلهم، بس أنا لقيها صعبة يعني. رح نقسم المناطق، يعني عم نفكر بجبل لبنان أول ستيب هلأ بعد بيروت، يعني كل سنة يكون في منطقة كل سنة منطقة يعني عم ندرسها مع الوزارة تنشوف وتنشوف قدرتنا كمان، حيث بدك تزوري المدارس مرة ومرتين وثلاثة وتحكي مع التلاميذ ومع المدراء وتفسري لهم. هلأ عندنا تجربة أول سنة صارت أهون. نعم. بس إنه كمان المسافات مش هينة. طبعا طبعا، بس بعتقد الكل رح يتحمسوا لما يشوفوا الشغل اللي صار، و ايه أكيد أكتر شيء الطلاب رح يتحمسوا. الطلاب رح يتحمسوا وهني رح يطالبوا أكيد ب إنه يصير في مسابقة بمنطقتهم. ايه. فعن جد يعطيكم العافية، فكرة كتير حلوة، مبادرة كتير حلوة، بدي هني كل الشباب والصبايا اللي اشتركوا لأنه شغلكم كان روعة. بليز هالمعلومات اللي عرفتوها خلال الريسيرش تبعكم تنقلوها وفكروا فيها بصوره جديه، منا بس للمسابقه، هي لتخلينا نفكر شو فينا نغير بصحتنا امور للافضل. شكرا لك جوزيف، شكرا لك، يعطيكم الف عافيه على المبادره الحلوه. كمان لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم على الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه. رح نلتقي مع شادي طبعا خلال النهار، وكمان رح تكون معنا كندا واتصالاتكم المباشره.